لك يعني كنت انا في الاربعينات الاربعينات رحت فيلم اسمه علي بابا فين؟ في السينما رويال كان في غنوة بتقول هي مسرح الجمهورية فيلم هندي فيلم هندي كورنل وايد لا انجليز امريكاني كورنل وايد اتبسطت منها قوي شهر شهرين لقيت عبد الوهاب عاملها ولكن 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 كانت هي ما فيهاش بقى طبعا ده بس معلش يعني اصل عبد الوهاب عامل اللحن ده بابا ده جديد يعني في الخمسينات معلش استنى اقول حاجه برضو عايز اقول حاجه عشان نروح بعدين عشان الراجل مش موجود عشان الراجل بس مش قاعد وتوفى برحمه الله ولا تلاقي حد يدافع عنه ممكن يعني اقول كلمتين بس هو نفسه قال الله يرحمه زكريا المهندس زكريا عادل الله يرحمه قال له بص يا زكريا انا بفصل بدله وبجيب بابيون مستورد او منديل معترف بوجوده بس البدله كلها بتاعتي يا زكريا ده صح الحاجه الثانيه المهمه جدا هو قالها قال العبره مش بالميلودي بس يا سمعة يا استاذ معين العبره مش بالميلودي بس بحرف روح اللحن كيانه وبعدين مبنى شويه موتيف زخرفه يعني انت حضرتك حطيت زخرفه في عماره ما فيهاش حاجه شويه ايراميد او كيراميد اللي هو الاحمر ده وموجود في كل حته بس حطيته في العماره مش معنى كده ان العماره دي منقوله من غيرها لا ابدا دي حليه موجوده او جزء موجود في غيرها كتير وكمر خصوصا ان مصر وقتها كان فيها يونانيين واسبانيين وطلاينه وانجليز وارمن وهنود وتراكوا وتراكوا وفرنساويين كل الجنسيات دي كان ليها الكومون تايب بتاع الموسيقى بتاعتها وكانت موجوده اللي عندنا احنا الكومون كانت تيرارارارارارارا ما فيش غيرها هو دخل انا عايز اقول لك حاجات ثانيه كومون المجتمع اللي بيبقى متعدد الجنسيات كتيره فيها وما يشربش من بعض الفنون ثق تمام ان يبقى الناس دي ما عندهاش احساس ما بالظبط ما عندهاش تحس وتتذوق ولازم دي انسانيه الانسانيه بتتشرف من بعض طبعا ده لازم بس هو فار بقى هو في نقطتين دي 49 اول حاجه تقول يا شهرون بتاعت لا 10 روح بس على هو نقطتين بس اول حاجه قانون المازوره اللي هو سبع حط اللي يتقال ان هو لو زاد عن كده يبقى زاد عن سبع موازير كامله يبقى ده سرقه لا يعاقب عليها قانون يعاقب عليها باللحن تمام بالظبط دي حاجه الحاجه الثانيه انه يعني انا خدت يعني لو كنت خدت فعلا كده انا اقول ان انا خدت ده ما عنديش مشكله قال على فكره وقال يا ما ده اللي انا عايز اقوله ان هو قال قالها بكبر يعني الحاجتين في بداياتي كانت حاجتين تقول ان هو صح بالظبط لم يخطئ هو ده اللي انا عايز اقوله انا بس بكمل الكلام والعالم كله والله بياخد والله انتوا لو تسمعوا الحاجات الاتراك فيها حاجات كتير متاخده مننا يلا يا ولاد اسماعيل يلا نروح